يعني وين وقفوا؟ وين قالوا انه حيوقفوا؟ لا لا بنكر يا برو بنكر. ان شاء الله بس تشوفوا هاكر دغري ريبورت تشيتني حكيت لك الليفل 34 هلا دغري صار 39 حلو هن التيم كله هاكر ولا بس واحد؟ هاي كله هذا اللي على فكرة هيدا السلاح اللي كل الهاكر بيستعملوه أطفال أطفال يا برو أطفال محسب في أنتي تشيت وفي ما بعرف شو وفي ما بعرف شو لا بكر يا برو أطفال يشيلوا الهاكر هذا اللي بيفتح الكروس بلاي هذا اللي بيلعب مع بي سي صراحة يعني كله ريبورت كله ريبورت يلا بس تعمل بلاي اجين يا ميشن يلا بس ثاني يلا 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 ويلا اكل يا عبد الله شوف الشلس باللعبة هيك شوف الشلس باللعبة اوه انا فينيشنج موف مبسوط مبسوط العاهر مبسوط الله يلعن شو انه مريض شو الحلو مريض يا زلمه لا هلا حاطين انه حيرجعوا ينزلوا له يعني يعرفوا بعض في شو مريض ست سبكتيتنج بس سؤال هو لحاله ولا كل التيم تاعه؟ كله هات لنشوف معقولة؟ أنا مبدل اللاين كلهم طب كمان عامل له الريبورت أنا مطرد يلا هلا هلا هيدا اللي معه أي كاي هيدا اللي معه طيارة يا عفو الله يعني هيدا كمان شيتي تكمل سكين معه هذا هلا هذا ما هذا بعرف فتحوه على فكرة طول بي سي دغري بيجيبوا سكيل قبل ما يفتحوه هذا ليفل 20 هذا ليفل 30 اوكي مو هذا اوبسيديان ما بعرف شو بيه هو الفال هات لشوف هعمل للكل ريبورت وهذا تاع السيارة معه 5 كيل كمان هذا اطلع يلا هيدا هو الهاكر اعزائي المشاهدين